الإنساني. شارك سعادة النائب ماجد الماجد رئيس الوفد وسعادة العضو خميس الرميحي بالندوة الإقليمية حول توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقامة بدولة الكويت الشقيقة برعاية صاحب المعالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت سعادة السيد خميس الرميحي عضو مجلس الشورى. سيد الرميحي، بداية نرحب بك، وهل لك من أن تطلعنا على ورقة العمل التي استعرضها الوفد في هذه الندوة؟ شكرا على الاستضافة، ومساكم الله بالخير وبمشاهدي تلفزيون البحرين. الحقيقة كما أسلفت وشرحت في المقدمة، طبعا هذه الندوة عقدت اليوم صباح هذا اليوم، وكما تعلمون بأن جرت العادة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية في كل دورة اختيار إحدى الموضوعات التي تعرض على أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس، وهذا العام حقيقة في الاجتماع الذي عقد في الاجتماع الأخير الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي في دولة الكويت وقع الاختيار على موضوع توطين الوظائف والاستثمار والموارد البشرية. طبعا ورقة البحرين المقدمة كان هناك عدد من المحاور التي تناولت ورقة العمل، الموضوع متعلق بالإيجابيات التي أو السلبيات التي تؤثر في موضوع توطين الوظائف، وأيضا محاور أخرى والنمو السكاني وزياد أعداد العمالة الوافدة في البلاد العربية والدول الخليجية تحديدا. وطبعا هذا كلها كانت من إحدى الموضوعات التي تناولت ورقة العمل، إضافة إلى عدد من التوصيات التي تناولت أيضا ورقة العمل. أيضا تم وضع أو تقديم عرض لورقة العمل البحرين، وهي مثل تتناول النمو السكاني خلال العقدين الماضيين 20 سنة الماضية. وتطور وأعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تلك الفترة، ويعني وإذا قصنا على حجم العمالة الوافدة في دول الخليج قبل 4 سنوات نجد أن كانت نسبة العمالة الأجنبية في حدود 36% من مجموع السكان، نتكلم إحنا اليوم عن نسبة تجاوزت 50% من مجموع السكان في دول التعاون الخليجي. إذن من الكويت سعادة السيد خميس الرميحي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.